لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للعلامة السعدي رحمه الله. وكنا قد وصلنا إلى القاعدة الثالثة، وهي الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. الألف واللام للأل تأتي للاستغراق أي للشمول، وتأتي للتعريف، وتأتي للعهد، لها أكثر من استعمال بحسب السياق وبحسب الكلمة التي تدخل عليها. فهي حينما تدخل على الوصف أو اسم الجنس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، يعني أهل الأصول علم أصول الفقه وأهل اللغة العربية، اتفق ونص على هذه القاعدة، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. فمثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ماشي، دخل في هذه الأوصاف كل ما تناولوا المعاني الإسلام والإيمان والقنوت، انتبه معي، والصدق إلى آخره، يعني كل المعاني اللي بيشملها الإسلام والإيمان داخل في كل في هذه الايه في كل ما يتناوله معنى الإسلام داخل في هذا. ليه؟ لأن قال في المسلمين وفي المسلمات وفي المؤمنين والمؤمنات وكل وما تلاها تفيد الاستغراق، والصدق إلى آخرها، وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها. إزاي؟ أنا عندي الإيمان قول وعمل شامل لكل الأقوال والأعمال والعقائد، يبقى من المؤمنين أي الذين استكملوا هذه الأوصاف. طيب المسلمين الإسلام إذا أفرد بيشمل، طيب إذا اجتمع مع الإيمان أصبح الإيمان بيختص بالباطن، أصول الإيمان القلب، العقائد القلب، والإسلام العمل الظاهر، ويدخل بقى في العمل الظاهر كل الأعمال الظاهرة، من استوفاها ترتب، ومن استوفى أعمال الباطن وأعمال الظاهر ترتب على هذه الأسماء كل ما وعد الله عز وجل به. يبقى المسلمين والمسلمات والمؤمنات المستكملين لخصال الإسلام والإيمان. انتبه معي، قد أعد الله لهم، أي لهم هذا الأجر، هذا الأجر الذي رتبه الله، الوعد هذا الذي وعد الله عز وجل به من أتوا أو من شملتهم هذه الأوصاف، إذا أتوا بكل ما يتناوله الإسلام والإيمان وما تلاه من إيه من صفات. طيب، وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر الإيه العظيم، ومن نقصانها ينقص، أي ينقص من هذا الوعد على قدر ما نقص من الأوصاف التي اشتمل عليها الإسلام والإيمان وغيره من الصفات المذكورة، ماشي. وبعدمها يفقد، نعم، إذا عدمت زال أصلها، زال هذا الوعد تماما، ليس من أهلي. طب أنا عندي بينقص من الوعد التام لمن أتى بالوصف التام المشتمل على كل المعاني المطلوبة. طيب، من نقص من أوصاف يقبلك شيء
نقص من هذا الوعد بقدر ما نقص من أوصافه. طيب إذا زال الوصف أو أصله ليس له من هذا الوعد شيء، ليس له من هذا الوعد شيء، واضح؟ عرفنا الكلام ده من قال اللي بتفيد الاستغراق والشمول. طيب كل ما وكذلك ما يقابل ذلك، كل ما كل وصف نهى الله عز وجل عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا ونقصا يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. نفس الكلام، انتبه معي. وكذلك مثل قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ده عام بجنس الإنسان، انتبه معي، عام بجنس الايه؟ الإنسان. الأصل في الإنسان خلق هكذا إلا من استثني أو من استثنى الله بقوله إلا المصلين إلى آخر الآيات، دول الاستثناء. ما عدا هذا الاستثناء ها داخل في هذا العموم، ما عدا هذا الاستثناء داخل في هذا العموم. احنا عندنا الاستثناء معيار العموم كما يقولون، انتبه معي. فالاستثناء ده اللي يخرج بس عن هذا العموم، وما عدا داخل في العموم. كل من لم يكن من المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والاخر بقى الايه اقبلك لفروجهم حافظ، والاخر الصفات المذكوره اللي استثناها رب العالمين من هذا الاصل، كل من ليس اقبلك داخلا في هذا الاستثناء على باق على الاصل انه خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. كما ان قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، ده بمعي نفس الكلام، هنا كل الإنسان متصف بالخسار إلا من استثني، إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دول اللي خارجين عن الأصل ده. أما ما عداهم في خسار وفي خسارة، لأن الألو الذخر دي تفيد الشمول والاستغراق، ما يخرجش من هذا، لا يخرج من هذا الشمول إلا من استثناه أو خصه النص، وإلا ويبقى الباقي على هذا الشمول. طيب وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة، انتبه معي، أو تعتبر بهذه القاعدة أو تعتبر به تصحيح كده وكده، في الأسماء الحسنى. إزاي؟ فإن القرآن منها شيء، انتبه معي، كثير، وهي أجل العلوم، العلم بأسماء الله وصفاته، دي أعلى العلوم، وذلك لا حد ولا منتهى لهذا العلم، كما يقول صاحب مختصر منهج القاصدين، تكلم من العلم في علم ها لا حد لنهايته، ما نقدرش أقول لك أقف عند كده، لا، كلما زدت منه كلما استفدت خيرا ونلت أجرا وترقيت في منازل الإيمان، قال كالعلم بأسماء الله وصفاته. انتبه معي، فالعلم ده ولذلك ده اجل العلوم. ليه اجل العلوم؟ ليه؟ لانه يعرفك بربك تبارك وتعالى، وشرف العلم بشرف المعلوم كما يقول ابو حنيفه. طيب ايه بقى فائده القاعده دي هنا بقى في الكلام ده في علم العلم اسماء الله وصفاته؟ انتبه معي ان الآل هنا الداخله على الاسم من اسماء الحسنى او الصفه من صفات الرب ها تفيد عموم ما يشتمل عليه هذا الاسم، كل ما يتضمنه من كمال ثابت للرب، كل ما يتضمنه من كمال ثابت للرب. تعال شوف امثله، مثلا الرب عز وجل اخبر عن نفسه انه الله وانه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس والسلام الحميد والمجيد، فالله هو الذي له جميع معاني الألوهية التي يستحق أن يؤله لأجلها، يستشمل جميع معاني الألوهية، متفرد بها وثابتة له لله رب العالمين ومتفرد بها تبارك وتعالى. انتبه معي، كل صفات كل ما تشتمل عليه صفات الألوهية التي يستحق من أجلها أن يؤله من كمال أوصافي، من تفردي بمعاني الربوبية خلق ورزق وتدبير، من تفردي بمعاني الضر والنفع الملك، من إخبالك ملكي لزمام الأمور كلها، من إلى كل هذا تفرد به الرب عز وجل تبارك وتعالى، ويشمله اسم الله. ماشي،
اللي هو معنى الاله اي المألوه اي الذي تألاه القلوب وتعبده تبارك وتعالى ذو الألوهية على خلقه أجمعين. طيب وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها والفضل كله والإحسان كله، وأنه لا يشارك الله عز وجل أحد، لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الألوهية إطلاقا، اختص وحده بها كاملة غير منقوصة تبارك وتعالى، لا بشر ولا ملأ ولا أحد، ليس له من الألوهية شيء، لا رسول مجتبى ولا ملك ولا شيء من هذا، ولا ولي ولا شيء. الرب تفرد بها واختص بها كلها بمعاني الألوهية كلها تبارك. ده بس من مجرد ما نبقى داخل الآية والألام دي على ايه؟ ها؟ تدبر اسم الله الله او الإله تبع معي تثبت له كل هذه المعاني وانه متفرد بها تبارك وتعالى، مش لا دخل بقى للملك ولا شيء منها. طيب كذلك بل هم جميعا بل ما دون الله متألهون مربوبون خلق مخلوقون تبع معي متعبدون لربهم خاضعون لجلاله أذلاء له ولعظمته تبع معي، ما دونه اجتمعت فيه أوصاف عبودية، أما الرب أوصاف الألوهية اختص بها تبع معي وكلها خاصة به عز وجل. الآل دي تفيد هذا الشمول والاختصاص للرب تبارك وتعالى. طيب وأنه الملك كذلك إن له جميع معاني الملك، الملك الكامل التام. هتقولي طب ما الإنسان له ملك، بس ملك إيه؟ مجازي، ملك ناقص مش ملك تام، لأن هو في حقيقته هو نفسه مملوك. إنا لله وإنا إننا مملوكون لله، يعني هو مملوك. المملوك بيملك ملك، ها؟ ملك إنك ممكن تملكه من باب الإيه؟ ها؟ من باب المنة، العطاء، الهبة، لكن هو وما يملك لسيده أليس كذلك؟ يبقى انتبه معي، معاني الملك الحقيقي التامة كلها لله عز وجل وحده. طب ده كله منين؟ من ايه؟ الملك، الالف واللام دخول على الاسم، اسم الله تبارك وتعالى الملك. ماشي، له الملك الكامل والتام، له التصرف النافذ، وان الخلق كله مماليك لله، عبيد تحت احكام ملكه القدريه والشرعيه والجزائيه. يعني ايه الكلام ده؟ من اسماء الله الحكم، صح؟ والحكم وبرضه فيه الالف واللام اللي بتفيد شمول وعموم معاني الحكم كلها داخله لمين؟ لله. هي معنى الحكم ايه؟ الحكم القدري الكوني، الحكم الشرعي، الحكم الجزائي، الثواب والعقاب. ثلاثه دول اسمها ثلاثه دول متفرد بهم من؟ رب الارض والسماء، له الحكم، حكم الكون القدري، الحكم الشرعي افعل ولا تفعل، حكم الجزائي الثواب والعقاب، كل ده ثابت لرب الارض والسماء. طيب وانه العليم، العليم بقى بكل شيء. انتبه معي، العلم الشامل المحيط والازلي اللي انت بتؤمن بيه في المرتبه الاولى في القدر. انتبه معي، مرتبه العلم، اي العلم الشامل المحيط، يعني ايه؟ علم لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، احاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والواجبات والمستحيلات والجائزات. انتبه معي، احاط علمه بكل شيء، لا يخفى عليه مثقال ذره لا في الارض ولا في السماء ولا في ملكه تبارك وتعالى، يعلم كل شيء ويعلم ما السوابق ما كان واللواحق ما سوف يكون والحاضر، ماشي، والعالم العلوي بما فيه لا يعزب عنه من امرهم شيء منهم شيء، والعالم السفلي والكليات والجزئيات. يبقى ده رد على ان ربنا يعلم الكليات دول ايه؟ انه من الفلاسفه، كلام الكفر. انتبه معي، احد الاشياء التي كفروا بها، لكن ربنا يعلم الكليات الجزئيات لا، او لا يعلم بالاشياء الا بعد وقوع، عياذا بك اللهم. انتبه معي، لا، العلم التام الكامل الشامل
الأزلي الأبد كله ثابت لرب الأرض والسماء. انتبه معي، لله عز وجل. ده كله منين؟ ها؟ من دخول آل على الاسم وعلى الصفة، فجعلها شاملة لكل ما يتضمن هذا المعنى، لا يخرج عن هذا المعنى شيء مما يتضمنه أبدا. واضح؟ طيب، والعالم العلو والسفلي والكليات والجزئيات وما يعلم الخلق وما لا يعلمون. نعم. وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره، قضاه وقدره وخلقه وجميع ما في جميع الخلق وجميع الشر، له الحكمة التامة. وده رد على نفاة الحكمة الأشاعرة. انتبه معي، لا لكن الله يفعل ها للمشيئة المحضة، فيش حكمة لا تعليل ولا حكمة، كلام باطل طبعا. ربنا من أسمائه الحكيم الذي لا يفعل شيئا عبثا، وطبعا قاسوا حكمة. لا، انتبه معي، الرب تبارك وتعالى كل أفعاله معللة وحكيمة، وتصرفات تبارك وتعالى انتبه معي غاياتها حميدة، انتبه معي وحكيمة، يضع الشيء في مواضيع تبارك وتعالى، وله الحكمة التامة. من هذه الحكم انه شرعها او كل ما لمصالح عباده في العاجل والآجل، ولكونه يحب ذلك ويرضاه تبارك وتعالى. انتبه، فهي كلها افعال متضمنه للحكمه بكل معاني الحكمه. علم من علم وجاهل من جاهل، هذا امر اخر. لكن تؤمن بهذا وتعتقد ان الرب حكيم له الحكمه التامه في كل ما شرع من امر ونهي، وكل ما قدر وقضى، وكل ما خلق تبارك وتعالى. لا يخلق الا لحكمه، تابع معي، قضاؤه كله لحكم عظيمه، تابع معي، شرائعه كذلك، كل معاني الحكمه ثابته للرب الحكيم، تضمنها هذا الاسم العظيم من أسماء الله عز وجل. طيب، له الحكمة التامة الشاملة جميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرع، لا يخرج عن حكمته مخلوق ولا مشروع، يعني مشروع يعني إيه؟ أمر شرعه، ولا مخلوق خلقه، ولا أمر قدره، كله لحكم بالغة تامة ثابتة للرب عز وجل. وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه، عزة القوة، عزة القدر، تابع معي، عزة الامتناع، عزة القهر والغلب، عزة الامتناع، كله ثابت للرب، له العزة جميعا بكل معانيها. انتبه معي، جميع الخلق في غاية الذل، نهاية الفقر، منتهى الحاجة، مش من العزة شيء، العزة لله جميعا. يبقى من ابتغى العزة يبتغيها فين؟ عند الله، عند الله، بالدخول في عبودية الله وفي طاعة الله، مش يطلبها عند مخلوق مهما بدا لك. مهما بدا لك من شأن المخلوق، هو ذليل، هو فقير، هو عاجز، هو عاجز. انتبه معي، وذلك من الجهل بأسماء الله والجهل بالرب تبارك. أن تذهب تطلب العزة عند فلان لكوني في منصب أو لكوني صاحب مال، ها؟ هذا جهل، جهل مفرط. انتبه معي، العزة تطلب من الله وعند الله عز وجل، لأن العزة عنده. انتبه معي، الغنى يطلب برضه نفس الكلام، والرزق، لأنه هو الرزاق، يبقى الذي يملك الرزق كله بكل جزئياته. انتبه معي، الرزق العام والخاص، العام اللي بيه قوام الابدان، طعم والشراب والرائح والجاي، الخاص اللي بيه قوام القلوب والارواح، الايمان. يبقى تبتغي كل هذا ايه؟ فابتغوا عند الله الايه؟ الرزق. انتبه معي، وده اللي اعمال القاعده، اعمال الايه؟ طيب الاعلى، يبقى له معاني العلو كلها. يبقى لما اجي الاشاعره، احنا بتوع الاصول، بتوع مش عارف اللغه، كذبوا. لما انت تخرج علو الذات على اي اساس؟
طب هو الاعلى والعلي، يعني بعيد بقى، لو ما فيش لم يرد الا اسم الله الاعلى والعلي، مش بقى دي ملهاش حصر في القران والسنه وفي الفطره والعقل تدل على علو الرب. لا، حتى لو لم يرد الا هذا لكان اعمال القاعده المتفق عليها اصوليا ولغويا ان دخول الآل يفيد الاستغراق والشمول يثبت علو الايه؟ الذات. وذلك يقعدوا يضحكوا عليكم بقى ويقول لكم في البتاع اصل مش عارف علمه، ولا بيعملوا باصول ولا بيعملوا بفروع، واول الناس مخالفين الاصول. انتبه معي. تعالى يا عم، فين اعمال؟ خرجت العلى ليه؟ ها؟ يقول لك كل تفيد الشمول، طب ماشي. وبعدين يقول لك البدعه الحسنه، يا عم يا كل بدعه ضلاله بقى، ها؟ خرجت عن الشمول ده ليه؟ ما هو؟ عشان انت واخد بالك، مفيش بيطبق قواعد اللغه وقواعد الاصول والقواعد العلميه كلها الا اهل السنه. اتباع السلف الصالح. دول اللي عندهم تناسق مش تناقض. عندهم تناسق، تناغم، فهم، واهمال للقواعد والعلم، وانتفاع بالعلم. اما الاخرون لا، لا انتفاع ولا حاجه، نسال الله السلامه والعافيه. واضح؟ طيب. خلص انت اكتب عنه. طيب، وان جميع الخلق في غايه ونهايه الفقر ومنتهى الحاجه والضروره، نعم. وانه الرحيم له جميع معاني الايه؟ الرحمه. الذي وسعت رحمته كل شيء. ولم يخلو مخلوق من احسانه طرفه عين. ووصلت رحمته حيث وصل علمه. ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما. تبارك وتعالى. وانه القدوس السلام، ماشي، القدوس والسلام اسمان يفيدان تنزه الرب عن كل نقص وعيب، يبقى منزه عن كل العيوب والنقائص. اثبات الولد نقيصه منزه عن الرب، الزوجه حاجه عيب في حق الرب، في حقك انت لا كمان، لكن في حق الرب انت مخلوق محتاج فقير عاجز محتاج، لكن الرب غني بذاته تبارك وتعالى، ها، جل ثناؤه، غني بذاته سبحانه. انتبه معي، فقدوس وسلام، القدوس السلام الذي سلم من كل عيب ونقص وتقدس وتنزه عن كل العيوب والنقائص كلها. انتبه معي، ومنها ممثلة المخلوقين، يبقى ليس كمثله شيء وهو، ومنها من العيوب والنقائص انك تنفي عنه الصفات، صفات الكمال والجلال وتعطلها. طب ده انا خايف من التشبيه فعطلت، مين قال لك ان في تشبيه؟ ها؟ ده احد متفرد لا شبيه له ولا نظير له ولا مثيل له ولا سمية له ولا كفء له تبارك وتعالى. هل تعلم له سمية؟ ها؟ انتبه معي. فمين ده انت متوهم. فيش ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. فما فيش اصلا تشبيه عشان تقول انك انت خايف منه. صفات الرب خاصه به، اذا اضيفت الى اختصت به تبارك وتعالى. وازاي هيشبه من له الكمال المطلق من كل وجه، ها، بمن له النقص المطلق من كل وجه؟ تيجي ازاي؟ ها؟ مفيش وجه للشاب ولا وجه لله عشان تفر من التشبيه تعطل. ده بمعنى وتبقى مخالف كده انت لاسماء الله وصفاته. والصفات اللي انت لو نفتها بمخلوق بقت عيب، يقوم تنسب هذا العيب لرب العالمين وتزعم انك انت بتنزه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انتبهوا، فكل معاني التنزيه والتقديس ثابته له تبارك وتعالى. وهكذا بقى بقيه الاسماء الحسنى، تتدبرها كده، تجيب الاسم كده، ها، تتفقه فيه وتدرسه بكل ما اشتمل عليه من معاني، معاني تيه، ها، ايوه، تثبتها لرب الارض والسماء. وده من اعظم ما يورث قلبك خشيه وتدبرا وقربا من الله. انتبه معي، انك انت تعمل ايه؟ ها؟ انك انت تتدبر معاني الاسماء وتثبتها كل ما تضمنه من صفات، وتتعبد لله عز وجل بها. خد بالك بقى، دي من اعظم انواع طرائق التعبد. اسم الله الرزاق، خلاص احنا قلنا مشتمل على كل معاني الايه؟ طيب، وثابته لمين؟ لله وحده.
تتعبد بقى لله ازاي؟ ايوه تلتمس عنده الرزق مش عند المخلوقين. تعلقش. طيب ده اسم ايه؟ تعلق القلب التام بمين؟ بالله عز وجل. وخد بقى كل اسم كده. ولذلك من اعظم ما يحقق لك العبوديه بكل معانيها ها ان تفقه اسماء الله الحسنى وصفاته العلى وتتعبد له عز وجل باثار هذه المعاني وتشاهد اثارها. ومن اعظم ما يورثك اليقين انك تشاهد اثارها في الخلق. يخفض ويرفع، يعز ويذل، يعطي ويمنع. تشاهد كل في الكون ده اثار اسماء الله وصفاته. يغني فقيرا، يفقر غنيا، يشفي مريضا، يمرض صحيحا، انتبه معي، يعز ذليلا، يذل عزيزا، وهكذا. يعطي الملك لهذا، ينزع الملك منها. تصرف في المملكه، تصرف له التصرف التام. انت طالع من ده ايه؟ ها؟ يخليك تعيش بقى حجمك في العبودية وتتعلق قلبك بالله. ومعاني العليم والسميع والبصير يخليك تراقب. تراقب، ما المراقبة ثمرة تعبدك لله، ثمرة تعبدك لله. باسمه الرقيب والحفيظ والعليم السميع الشهيد والبصير كل ده. فما تراقبه في السر والعلن. تعظم امره. تقف عند ناهيه. لو امتلأ قلبك بالمعاني دي وتعبدت لله بيها. انتبه. وده من اعظم ما يرقق القلوب. يعني عايز تشغل رقائق صح؟ ها؟ الاسماء والصفات بمعانيها ورب الناس ونفسك والناس على هذا ها؟ والعلم بالله خلاص. قصتك انت كده داخليا بقى يتحقق عندك وعظ الله في قلب كل مؤمن. اللي يخليك تبقى في السر او من العلن. وفي البطن اقوى من الظاهر. تشتغلش روغان الثعالب. ما هو ده الجاهل بربه. قدام الناس يا سلام يلبس مسوح الايه؟ الراجل بقى الخشوع والايه والاستقامه. واذا خلى بربه بارزه بالعظائم. خش على الموقع الحته دي يا راجل استحي من الله. ما هو ده عنده ايه؟ ما هو ده ما قدر الله حق قدره. ده جاهل بربه. جاهل بربه. علم التوحيد يا حضرات مش مجرد حاجات كده جامده بنقعد نحفظها وخلاص، لا لا. ما تعيش معانيها ها؟ ديت اللي ايه؟ ترقيق في منازل العبوديه لله رب العالمين تبارك وتعالى. طيب وهكذا بقيه الاسماء الحسنى. اعتبرها بهذه القاعده الجليله. بهذه القاعده الجليله، ماشي؟ اللي هي قاعده ايه؟ تفيد الاستغراء. ايوه تمام. ينفتح لك باب عظيم من ابواب معرفه الله، بل اصل معرفه الله تعالى. اصل معرفه الله تنفتح لك. ماشي؟ معرفه الله تعالى. طيب معرفه تحتوي عليه اسماؤه الحسنى، ما تحتوي عليه اسماؤه الحسنى من المعاني العظيمه بحسب ما يقدر عليه العبد، والا فلا يبلغ العبد ولا احد من الخلق منتهاها. ذكر النظر قال ايه؟ لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. وده سيد الاولين والاخرين واعلم الخلق بالله عز وجل صلى الله عليه وسلم. ده بمعنى ايوه واضح يا جماعه. ومن ذلك قوله تعالى برضو اللي هيفيدك اهو، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ايه فين الدلاله؟ البر يشمل جميع انواع البر والخير، وتشتمل التقوى جميع ما يجب اتقاءه. يعني ايه؟ يعني كل ما يدخل في اسم البر وهو كل واجب ومستحب داخل في هذا التعاون. يبقى انت هنا لما بتتعاون مع اخوانك في عمل جماعي، خد بالك، للتعلم، للدعوه، للاصلاح، خد بالك، يتم بواجبات لا يقدر عليها الافراد. ده كله داخل في الايه ولا مش داخل؟ داخل في العموم. داخل في هذا العموم. ويقول لك اصل انا عايز دليل على عمل الجماعه. ما هو يا عم دليل. لا اصل عايز دليل صريح. امال ده مش صريح؟ انت مش دارس اصول اصلا، عشان كده بتقول اي كلام. انتبه معي. كلام اي كلام. ما هو البر ده يا حبيبي كل ما يجب ويستحب داخل في البر. الواجبات يا حبيبي منها واجبات كفائيه واجبات. والواجبات الكفائيه اغلبها يعجز الافراد عن الاتيان بها.
يبقى وما لا يتم الواجب الا به فهو والام مطالبه بها وكلها داخله في التكليف عشان ناتي بها لازم نجتمع، يبقى لازم نجتمع. والوسائل لها احكام المقاصد. قال لا طب ده كلام عام. طب ما انت ما انتش دارس، يعني مشكلتنا انك انت مش عايز او دارس وما بتعملش. هو الجماعه بتدرس وما بتعمل ازاي؟ خدت بالك احنا مش عندنا العموم يجب العمل به حتى يرد مخصص. مش دي القواعد؟ ما انا قلت لك ما حدش بيشغل القواعد دي الا الناس اتباع السلف اللي هم الفاهمين المستقيمين برضه. ما في دخل السلف ناس برضه ما بتشغلش الحاجات دي. ويقعد يجادل ويمال. فين المخصص؟ ما عندكش مخصص، يبقى العمل بالاصل. العموم. بالعموم. وبعدين تلاقي هو نفس الشخص بعد شويه ها؟ تقول له بقى تساله عن حكم السجائر، يقول لك حرام. قال طب الدليل؟ يقول لك ايوه حلو لهم الطيب وحرم عليهم الخبائث. يا عم طب ما ده دليل عام. واستدلال صح، احنا ما جبناش حساب، لكن ما انا جايب اهو. تابع معي؟ ما هو ده داخل في يا رب. هي نفس يا جماعه. انا بوريك بس عشان تعرف، عشان تبقى واقف على ارض صلبه. تبقى واقف على ارض صلبه مش مهزوز في دعوتك ومفاهيمك بفضل الله وحده. طيب. والاسم اسم جامع برضه لكل ما يؤثم ويوقع في المعصيه. ما لازم تجتنبه، لازم تتعاون عليه. يبقى جالك واحد مثلا يكلمك في ان احنا عايزين بس مش عارف كذا والشغل والعمل ومن ورا الايه؟ ورايك واصلك انت مش مقدمينك، اصل انت راجل ما انتش واخد مكانك. طيب هيترتب عليها عمال تغتاب ده نوم والعمل يتعطل والحال يقف. بدأ كده ده تعاون، ده تعاونت انت كده على البر اهو يا حبيبي. والله عطلت المراكب السايره وبدل ما الشغل اشتغل ها ومكنت الاهل البدع ينالونا مقصوده. انتبه معي انا بقول لك عشان تاخد بالك اهو. بقى ما احنا عايزين نعمل الكلام مش ندرسه وخلاص، عايزين نعمل القواعد وتضبط سلوكنا ووضعنا ها عشان تحضر. يقول واحد في المكان عندك في الحته الفلانيه اصل مش الحكايه وتلقى المكان بعد كم ماشي تمام والدعوه كل ثلاث اربع ايه؟ بقى وفرخ الشمل الناس وعطل المركب السايق وقف الحياه يا ابن الله. وعامل يقول لك اصل طالب علم، طالب علم فيه بس فالعلم اللي عندك ها؟ ما انت تتعلم علم نافع ينفعك. واضح؟ طيب يقول فكمان العدوان نفس الكلام. اسم جامع عشان الف واللام. كل ما في تعدي على الناس في الدماء في الاموال في الاعراض ها كل ده داخل فين؟ في النهي والعدوان. كل ده عدوان. انتبه كل ده عدوان. والمعروف في القران اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا. نفس الكلام. وعكس المنكر كل ما انكره الشرع وكل ما انكرته الفقه. انتبه معي. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم امته الى هذه القاعده وارشدهم. فاصل الكلام القاعده دي فوقتوها الى اعتبارها في قوله. القاعده دي بنقول ايه؟ اللي قال تفيد العموم ديت اصلا موجود نبه اليها النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي اهو؟ بالك لما في التشهد في الصلاه يقول المصلين السلام علينا وعلى عباد الله ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فانكم اذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من اهل السماء والايه؟ كده ده اللي ايه؟ ها العموم يا عم. هذا اصلا انتبه معي. وامثلتها في ايه؟ في القران كثيره جدا. القاعده الرابعه اذا وقعت النكره في سياق النفي او النهي او الشرط او الاستفهام ها دلت على العموم. دلت على ايه؟ على العموم. كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تمام معي. انا عندي شيئا دي ايه؟ نكره في سياق الايه؟ في سياق الايه؟ اقبلك الايه؟ النهي. ولا تشركوا ماشي؟ النكره في سياق النهي تفيد الايه؟ العموم. يبقى ده نهي عن الشرك بالله في كل شيء، في النيات وفي الاقوال والافعال، وعن الشرك الاكبر والاصغر والخفي والجلي كله لابد ان تجتنبه. ايوه كل واحد بحكمه. الاكبر مخرج من المله كذا، لا اصغر بس من حيث
أنه شرك يجب اجتنابه كله داخل كله داخل. طب عرفنا العموم ده ازاي؟ ها؟ لوجود النكرة في سياق الايه؟ في سياق النهي. نكرة في سياق النهي أفادت الايه؟ العموم. أفادت الايه؟ العموم. واضح؟ طيب برضه فلا تجعلوا لله أندادا. نهي اهو والأنداد جمع ند، والند ده نكرة ولا معرفة؟ يبقى جميع الأنداد تنزه الرب عن الأنداد ولا تجعل له ندا لا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته تبارك وتعالى ولا في ألوهيته في العبادة. يبقى ما تجيش تقول لي بطلب المدد من فعلت لله أندادا في ألوهيته. انتبه معي يا رب الله ليش أصلا مش عارف كل ده. خدت بالك داخل في الايه هذا العموم. قوله في وصف يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. هنا يبقى كل نفس ولا تملك اي شيء، لا نبي اخبرك ولا رسول ولا ملك، حتى الشفاعة لا تكون عنده ولا بايه؟ بإذنه تبارك وتعالى. لا تكون إلا إيه؟ يعني حتى لما تأتي الخلائق إلى الأنبياء والرسل تلتمس منهم الشفاعة في فصل الخطاب، يطلبونها من أولي العزم الفضلة، يبدأ بسيدنا آدم نوح، تأتي إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يشفع بعد ماذا؟ بعد أن يسجد لربه ويحمده ويدعوه فارفع رأسك وسل تعطى واشفع شفع. يعني إلا بإذنه. انتبه انتبه لهذا، لا تملك نفس لنفس شيء. ولذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمه اعملي فاني لو ابنعك من الله ايه شيء. انتبه امر كله لله وحده تبارك وتعالى. يبقى ما تجيش بقى تثبت لي الشفاعه الشركيه وتجادل بالباطل والايات واضحه والادله واضحه وانت تقول لي صاج قال كلام في شو بتقول اللي فيه بس ده كلام يا ابني مخالف للنقل والعقل واللغه وكله كلام باطل. لا ينبغي ان تلتفت له. انتبهوا. واضح؟ طيب وكقوله تعالى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له وان يريدك بخير فلا راد. خلاص انتبه معي. فلا كاشف اي ضر لا يكشفه الا الله. يبقى ما ينفعش بقى تذهب الى غير تطلب منه كشف ضر او جلب نفع. انتبه ما ينفعش باي حال من الاحوال، لان هذا امر لا يملكه الا رب الارض والسماء. انتبه معي. والمخلوق لا يملك من ذلك شيء. كل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة احد من الخلق كشفه بوجه من الايه؟ من الوجوه. انتبه معي. ونهايه ما يقدر عليه المخلوق ايه؟ الاخذ بالاسباب، الاسباب والادويه. ماشي؟ وده جزء داخل فين؟ في قضاء الله ايه؟ وانت مطالب بالاخذ بالاسباب. وتفهم برضو الاسباب، لان الاسباب منها مشروع وايه؟ وممنوع. سبب يكون مشروع ومقدور وكذا. ما ينفعش. السبب الممنوع ما ينفعش تسلكه. ما ينفعش تسلكه. نصف الابرار. عندي الله. اخبلك المال يكتسب بالعمل، سبب العمل سبب، والربا سبب، ينفع تطلب الربا؟ لا، سبب ممنوع. الشفاء قد يتوصل اليه بالادويه المباحه وبالساحر ولا دغري. ينفع تسلك؟ لا، السبب المباح مشروع بضوابطه. طيب ومع السبب ده تتعلق بالسبب؟ لا، ده مجرد سبب، لما التعلق برب الاسباب تبارك وتعالى. طيب قوله ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وما بكم من نعمه فمن الله. كل ده يشمل ايه؟ كل خير. انتبه معي. في العبد ويصيب العبد كل نعمه تصل اليك من الله. ليه؟ لان انا عندي ديت نكرات ها دخلت في ايه؟ في الشرط. افادت العموم؟ لا، هنا الشرط. ماشي، افادت الايه؟ ما احنا قلنا سواء نكره في نهي
او شرط او استفهام تفيد الايه؟ العموم. واضح؟ هنا دخلت في الشرط. انتبه معي. يبقى كل هذه النعم، كل الرحمات تصلك من الله. ان ارادك برحمة ها فلن يقف وجه احد. طب وما منعك اياه؟ فلن يصل اليك ولو اجتمع الخلق كلهم. يبقى يتعلق قلبك بمن؟ بالله عز وجل. طب والمعاني يا جماعه بقى، ما احنا محتاجينها. لك اصل الظروف والوضع، واصل انا مش عارف لو ظهرت مع الاخوه مش هتعين. يعني ايه مش هتعين؟ ها؟ وان ظهرت في العمل الفلاني وانا بس راكن شويه كده عشان في ترقيه جايه اليومين دول ويضيع الوجه، يا عم ترقيه ليك والله العظيم ما يذهب بعيد عنك. ها؟ واصل انا واخد بالك بس ايه؟ يعني الحضور وكثره الحركه والحضور هيؤدي بيا ان انا يعني في حاجات يا جماعه بس مالهاش في، يا عم فيها ها؟ فيها يا ابن الحلال. والله والله ان ارادك الله عز برحمه فلن يمسكها احد، وان منعك اياها فلن يوصلها اليك احد. علق قلبك بالله عز وجل. ده بس اليوم في الحكايه ما ينفعش، عايزين القلوب تعي هذه المعاني وتتعلق برب العالمين تبارك وتعالى. احنا احوج ما يكون لهذا مراحل دي، اللي احنا بدأنا نفطر عن العمل ونكسب، مع ان الاوقات دي هي اوقات الامتحان، اختبار الصدق، امتحان المعتقد بتاعك في رب. انتبه معي، دي الاوقات دي اللي عايزه حار، عايزه جهد وعايزه عمل وتعلق قلب بالله عز وجل. ولن يصيبك الا ما كتب الله لك، فيتعلق قلبك به. طيب قوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ لا اله الا هو. انتبه معي، خالق هنا نكره في سياق ايه؟ الاستفهام. وخد بالك لما تدخل كمان من تزيد، تاكد تنص. العلماء يقولوا كده، اذا دخلت من صارت نصا في العموم. لا خالق غير الله يرزق او يعطي او يمنع او يخلق، الامر كله بيده تبارك وتعالى. انتبه معي، فما منكم من احد عنه حاجزين، ما لكم من اله غير. كل ده والامثله كثيره. واضح؟ انت بتاخد القواعد دي بقى وتبدا تطبقها وانت بتفهم القران وتتلوه، يوم تفيدك بقى في الفهم تطبيق. انتبه. وده بقى التدبر السني السلفي، انك تدرس التفسير، قواعد اللغه. اما بقى التدبر مرر على قلبك والديه، ده بقى نظام الصوفيه والاش، ده حتى مش قالوش كده بتوع الهدايه، وده فتح كمان على والاخوه والاخوات تقوم تجري واي كلام، واصل مش عارف ايه. بس يا ابن الحلال، الطريق الصحيح طب انك انت تدرس التفسير وقواعد متعلقه بالتفسير وقواعد اللغه والفهم ومعاني المفردات، عشان تقدر تفهم صح وتتدبر كلام الله تدبرا تنتفع به، تنتفع به تدبر سليم. ما تاتيش باشياء لا لا واخد بالك، ما انت كده هننتهي الحكايه. نحن زي الباطنيه وفي نهايه التفسير الاشياء بتاع الصوفيه، وتاتي واخد بالك بالطمات وتقول في كتاب الله بغير علم، وانتوا دوركم على الارض في مواجهه الاخبالك ما يخضعون به الناس، اجمعونهم على غير صواب. انتبهوا. القاعده الخامسه: المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك ماشي اسم الجمع. المفرد المضاف اذا اضيف يفيد الايه؟ مع انه مفرد لكن يفيد العموم زي اسم الجمع بالظبط. يبقى اخبالك انت عام، فكما ان قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، يشمل كل أم انتسب إليها، وإن علت أم وجدة وجدة الجدة، وكل بنت برضو انتسبت إليك، ها بنتك بنت بنتك بنت إلى آخره ماشي، وإن ناس إلى آخر المذكورات. فكذلك قوله تعالى: ها وأما بنعمة ربك فحدث. يبقى تحدث بكل النعم، واعلى النعم النعم الدينيه، نعمه الايمان، نعمه الالتزام، دي النعم، دي اعلى النعم. تشكر ربك عليها، ان ربنا هداك
ومن عليك بحفظ القرآن، ومن عليك بطلب العلم والدعوة، ومن عليك تبارك وتعالى بمعرفة السنة وبالعقيدة الصحيحة، ومن كل دي نعم عظيمة لا تغفل عنها. مش ما خلاص يا ليه عينك قاصرة على النعم اللي حتى والله النعم الدنيوية، ها؟ ما انا قلتك النعم معناها تفيد العموم، ما بيكون من نعم، وسع الدائرة، افهم النعمة صح. نعمة العافية دي مش من أجل النعم، نعمة الأمن مش من أجل النعم، ها؟ نعمة كذا، نعمة إلى آخره. طالع نعم الله عليك عشان ما تكفرش بأنعم الله، بأنعم الله تبارك وتعالى. طيب، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نفس الكلام دي تعم إيه؟ صلاتي كل الصلوات، لأن عندي أضيف صلاتي فأصبحت مضافة تفيد العموم، كل صلواتي لله وحده. طيب ونسكي، كل أنساكي، كل ما أتقرب به وأذبحه نذرا، أخبرك في هدي، في حج، أضحية، عقيقة، كله تتقرب به إيه؟ إلى الله وحده. وجميع ما بالعبد، ماشي، ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته، الجميع قد أوقع وأخلصته ليه؟ لابد أن توقعه وتخلصه لمن؟ لله. لله، لا يكون شيء من هذا لغير الله، لا نذر ولا، كله يكون لله وحده لا شريك له. قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. انتبه، على أحد القول يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج. انتبه، كل ده إيه؟ تتخذوا إيه ها؟ أيوه، مستصلي. وأصرح من هذا قوله تعالى: ها، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. ملة مضاف إبراهيم مضاف إليه حنيف، يبقى هنا اتباع ملة إيه؟ ها، تشمله بقى في التوحيد، ماشي، في كل ما عليه إبراهيم، إلا إذا ورد في شرعنا ما يخرج. انتبه بقى، كل أنت مطالب إيه؟ باتباع. وأعم من هذا وأشمل هذه الأنبياء جميعا، ها، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. يبقى أمره أن يقتدي، والأمر للنبي أمر ليه؟ لأمته صلى الله عليه وسلم، أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهادي، من العلوم النافعة والأخلاق الزاكية. بنمسك قصص الأنبياء ندرسه، لقد كان في قصصهم عبرة، نستخلص العبر والدروس، كل ما فيها ها نأخذ به، إلا إذا ورد في شرعنا إيه؟ ما يخالف أو ما يرده أو ما ينفيه. وده فيها دليل أهو للأصل المعروف في الأصول، وأن ما شرع من قبل شرع لنا ما لم يرد شرع إيه؟ بخلافه. يبقى دي أدلة على ذلك، على أن شرع لنا ما لم يرد عندنا إيه؟ ورد عندنا ما يخالفه؟ لا، خلاص خلاص بقى انتهى. واضح؟ طيب، وكذلك قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هنا صراطي، هنا أضيفت إيه؟ الصراط هنا تشمل كل جميع ما شرعه الله للعباد، داخل في صراط الله ليه؟ المستقيم. انتبه معي، يبقى انا عندي صراط الله هنا ايه؟ قال: ولا تتبعوا السبل. نهى، دي جت السبل بالجمع ولا الافراد؟ جمع. صراطي جت هنا ايه؟ مفرد مضاف، دلت على ان صراط الرب واحده، صراط الحق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي. طيب، وسبل الباطل متعددة، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خط خطا مستقيما، وقرأ عليه: وأن هذا صراطي، وحوله خطوط، قال: إن ما من سبيل إلا عليه الشيطان يدعو. فيكم واحد بقى مذاكر وقارئ وجدع كده ومستحضر، ها، هيقول لا، أيوه، خدت بالك أنت إزاي في الآية الثانية موجودة في سورة المائدة، في آية المائدة، ما أدري لما تتعلم سبل السلام. طب ما السبل جت من جامعة إيه؟ ها، تعارك؟ لا، سبل هنا ما هي مرش مع المضافة برضو مدعموم، أي ما تنوع من الأعمال المشروعة داخل الصراط الواحدة. ما تنوع من إيه؟ أيوة، خدت بالك. هذا موفق في الزهد والدعوة إلى الله، وده موفق في العلم الشرعي، وده موفق في إصلاح ذات، كل دي أعمال مشروعة داخل إيه؟ فتنوع ده هنا تفيد تنوع الطاعات داخل السبيل الواحده، خدت بالك انت ازاي؟ ايوه، تمام، زي الطريق من الحرام، هي نفسك تنوع الطاعات.
خدت بالك معايا ازاي؟ الواجب خلاص ده كله داخل في الواجب. بقى بعد كده واحد بيصوم كتير، تاني ما يقدرش يصوم بس يقرا قران كتير، تاني عنده في الدعوه، تاني عنده في العمل الاجتماعي في صلح اصلاح ذات البين، بس كلهم بياتوا بالواجبات من صلوات خمس من شهر رمضان اللي هي الواجبات العينيه، ثم يتنوعون في تتنوع قدراتهم في الطاعات. ودي من رحمه الله بعباده ان شرع لنا طاعات عظيمه ومتنوعه، بحيث انت كل واحد تلائمه الايه؟ طاعه يقدر ايه؟ وكلهم يتجمعوا في عمل واحد. عشان كده بيقول العمل من فوائد العمل الجماعي بيقول ايه؟ ها؟ التكامل. ايوه التكامل، وايجاد طاعه لكل واحد. ده مش يعني راجل ما عندوش في طلب العلم بس يقدر يصلح ذات البين. ايوه بنعلمه الحد الادنى، عقيدته، ما تصاحبه عبادته، لكن عنده قدره في العمل الاجتماعي، قدره في انه ينظف المسجد، وده عنده قدره في كذا، وده قدره في كذا، وده قدره في كذا. ها؟ كله هيجد ايه؟ ما يلائمنا ليه؟ وتنوع هذه الطاعات لا ينافي كون الصراط صراطا، لان تنوع طاعات داخل ليه؟ لان طاعات مشروعه، طاعات ايه؟ مشروعه، وضحت؟ طيب. في هذه الايه لكون الذي نصبه للعباد، نعم، ايه بقى الصراط؟ ها؟ الصراط هي الطريق الموصله الى الله. وتاتي بما يسمى الاسلام والقران زي ما العلماء فسروا، وما فيش تعارض، هي القران وهو الاسلام وهو ما نصبه الله موصلا له على السنه رسله عليهم صلوات الله وسلام. وهذا يعم جميع ما شرعه الله لعباده فعلا وتركا، اعتقادا وانقيادا، ظاهر وباطن. ادخلوا في السلم كافه، اي في شرائع الاسلام كلها. انتبه معي. طيب، واضافته أو أضافه إلى نفسه في هذه الآية الكريمة صراطي لكونه الذي نصبه لمين؟ اللي شرعه مين؟ فعشان كده أضافه عز وجل إلى إيه؟ نفسه، على ألسنة الرسل. يبقى أنا الصراط كل حاجة مشروعة. انتبه معي. العبادة تكون بما شرع على ألسنة الرسل. طيب. كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم. طب إيه؟ في تعارض؟ إضافته إلى الله لأنه الذي شرعه. وإضافته للمنعم عليه لكونه من الذين سلكوا صاروا فيه. واضح؟ مفيش تعارض. هم الأنبياء والدعاء، مخبلك أنت إزاي؟ طيب، فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما اتصفوا به من الإيه؟ من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال، وكذلك قوله ولا يشرك بعبادة ربه إيه؟ ها؟ مخبلك أنت إزاي؟ يدخل في ذلك جميع العبادات خالصه لمين؟ ظاهره وايه؟ وباطنه، اعتقاديه وعمليه. كما ان وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبوديه المضافه الى الله سبحانه الذي اسرى بعبده. انتبه معي. وان كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يدل على انه وفى جميع مقامات العبودية، ويدل كذلك على أن العبودية أشرف مقامات. بس مقام العبودية كامل لا يقدر عليه إلا أو يأتي به إلا من؟ الأنبياء والرسل، وأعلم في ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قد استوفى جميع مقامات العبودية، وأن مقامات العبودية هي أعلى شرف يناله الإنسان أن يدخل في مقام العبودية لله. ولذلك وصف الله رسوله بهذا الوصف في أشرف المواطن، أو مقامات التكريم، مقامات الإيه؟ تكريم. ولذلك حري بالعبد أن يجتهد ويبذل وسعه كل يوم كل لحظة في الترقي في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وتفضل طول حياتك بتترقى وتكمل في منازل العبودية لله تبارك وتعالى. ماشي يا جماعة؟ طيب. وقوله أليس الله بكاف عبده. طيب. كما أن العبد أقوى بحقوق العبودية، كلما كان العبد أقوى بحقوق العبودية، كلما كان إيه؟ الكفاية له أكثر. ركزوا معايا بقى، يبقى ما تقوليش بقى اصلا النهارده الحقوني واتمسح وحصل والله العظيم الكفايه لك بحسب قيامك بمقامات العبوديه.
الوقاية لك، ها، الدفع عنك بحسب ما تقوم به من العبوديات. هتقصر والله ما حد يعمل لك، عارف يعمل لك حاجة، والله يعمل لك ايه؟ هيجي المخلوق يدخل ولا يشفع؟ قد تقبل شفاعته وقد وترد. الا يكفيك كفاية حقيقية تامة، ها، مقامات العبودية. يبقى ما تروحش تتأثر بقى وتضيع وتقول كذا، ما حدش، والله والله ما حد، ولا اصل فلان النائب ولا بتاع. قبل انت بتقوله يا حبيبي، ها، فين انت من مقامات العبودية؟ هي دي اللي فيها الكفاية. نصيبك من الكفاية والحسب والرعاية والعناية على قدر نصيبك من العبودية وتحقيقك من العبودية. ركز كويس بقى، احنا عايزين نفهم المعاني دي ونعيشها، وده اللي هيفرق معانا في سيرنا الى الله. ده اللي هيفرق. مش مفيش مانع من اخذ باسباب على العين وعلى الراس، بس الاسباب دي ايه؟ وهي من جمله العبوديه، بس اتخذها صح. ومن اعظم الاسباب، الاسباب الايمانيه، الاسباب اللي تعلق قلبك بالله والاتيان بالطاعات وعدم تضييع الواجبات. عشان الامه النهارده مصر تصنف في 20 دولة من المواقع الإباحية والانحلال، وحضرة تقول أنا أهل القرآن ونايم، وكل تعب تقدر تحضر معنا في الأكاديمية هنا، وكتاب عندك لا بينتج ولا في أي مانجا. ده فين يا ابني شغلك؟ فين العبودية بتاعتك؟ ها؟ فين العبودية؟ فين الشغل؟ أصلا راجل مهم بس حفظ ودي إجازة. القرآن ده اللي بتدي له إجازة ده مش تتكلموا في العقيدة بتاعته؟ مش تفهمه؟ مش تتكلموا في السلوك والانضباط بتاعه؟ ها؟ مش تربيه، مش تخليه يعمل بالقرآن. وحتى دي برضو فكم واحد بيطلع دوت حافظه؟ بقينا في وضع ما محتاج مراجعة يا جماعة، محتاج مراجعة. وانا كلامي واضح، محبش والاخوة ريت يسمعوه، ده شؤون القرآن. شؤون القرآن اصلا اصل الشغل، ها، كتاتيب تطلع لي عباد لله حامل القرآن حقيقيين. هو كده تعمل كده، انت راجل كده محفظ ناجح باذن الله. وايمن تعمل الكتاب ده بتاعك معمل تفريغ يطلع عباد لله صادقين اهل سنه اتباع السلف. ولذلك والله المحفظ الذي يعي رسالته ويفهم قضيه العبوديه وهم بقى صح، ها، لو ما فيش عندنا في المكان ده غير 3 4 او محفظ واحد يكفي، بعد كذا سنه هنلقى المكان ده اتملى ناس اهل سوء ودعوه وبقت الحاجات 100 100. واعظم مجال هينتج عباد لله هو المجال اللي هو فيه المحافظ ده، التحفيظ ده، بس يفهم قضيه العبوديه صح ويتعبد لله صح. انتبه معي، هو ده ربي صلع حب وعلم وينتج وجاهد به جهادا كبيرا. قران جامع لكل الخيرات، لكل، بس تقوم به كما ينبغي. ودي نقطة عشان أبقى واضح من الحاجات اللي إيه اللي مزعلها من الإخوة المحفظين. إخوة المحفظين كان بفضل الله عز، ما تقوليش ده بيقول وده بيحذر وده بيعمل، إن حذر الناس جميعا وأنت على الأرض شغال صح، والله بفضل الله ولا يبدي شيء. أنت اللي هتعمل أحلى شغل وأحسن عمل، وهتخرج الأمة بإذن الله، وهتبقى صمام الأمان لهذه الأمة بإذن الله تبارك وتعالى. ماشي. وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. انتبه. وإنما قولنا شيء زرناه أن نقول له كن فيكون. جميع أوامره القدرية عز وجل والكونية كلها كلمح البصر، كن فيكون. لازم تعي هذا جيدا. يبقى واضح والله ما بين طرفة عين، وانت يغير الله من حال لإيه؟ إلى حال. أمال أنت حافظ قرآن إزاي؟ طب فهمت الايات ازاي؟ الايات اثرها في قلبك قد كيف؟ انتبه معي. الله عز وجل اذا اراد شيئا هيئ اسباب وبغير كن فيكون. انتبه معي. امره كله بيده عز وجل. طيب القاعده السادسه في طريقه القران في تقرير التوحيد ونفي ضده، من اعظم، خد بالك، هي دي تحتاج محاضرة واحدة بس احنا هنحاول نجملها عشان احنا محتاجين نمشي عشان خلاص بقى. ماشي. دي مسألة مهمة جدا، طريقة القرآن في تقرير التوحيد.
القرآن كله يا جماعة يكاد يكون كله في التوحيد، زي بقول لك ده حقيقة. وزي اللي ابن القيم قال تأمل القرآن تجد أن القرآن كله دائر حول توحيد الله عز وجل، إما إخبار عن ذات الله وأسمائه وصفاته، وإما إخبار عن ما يجب إفراده بالعبودية، توحيد الألوهية، ده توحيد الأسماء والصفات والربوبية أهو، إخبارك المعرفة والإثبات، أو وجوب صرف العبادة لا توحيد الإيه؟ الألوهية، أو بيان حقوق التوحيد ومكمل الأمر والنهي الشرائع، أو قصص الموحدين من الرسل والأتباع وقصص الإيه؟ المخالفين لهم من المشركين، مش هو ده؟ فعاد القرآن كله دائرا حول التوحيد، ونفي ضد التوحيد اللي هو الشرك. القرآن كله كده. وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإيه؟ الإلهية وإخلاص العبادة له وحده. بس بيقررها إزاي؟ في آيات يأتي القرآن، ودي طريقة القرآن في توحيد الربوبية، تقرير توحيد الربوبية. بعض الناس يتصور إن لأن الرسل لم يدعوا إلى إفراد الربوبية ما كان القرآن لا يا حبيبي. والله اتكلم عن الربوبية كتير جدا. انتبه معي. بس مش في إثباتها لأنها غاية في ذاتها، لا. يقرر توحيد الربوبية لكونه وسيلة موصلة إلى توحيد الألوهية، فيخاطبهم بما يثبتون ليكون حجة عليهم فيما يخالفون. هات الآية كده وتطلع في سورة النمل وسورة إبراهيم وسورة كل من أول سورة البقرة، أول أمر في القرآن الأمر بالتوحيد، اعبدوا ها خلق السماوات قبل وأنزل، ده كده إيه؟ ربوبية. يعني إيه بقى إفرادوا بالمعاني ديت؟ اعبدوه، افردوا بالعبادة، أي أن الذي تفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء إلى آخر معاني الربوبية هو الذي ينبغي أن تعبدوه، أي أنكم حينما تفردونه بالخلق وتقول هو الخالق هو الرازق ماشي، ثم تصرفون العبادة لغيره تناقضون أنفسكم أقبح تناقض. أنا الغير ده مربوب، تصرف العبادة إزاي؟ ها؟ يبقى لما يجي لك واحد النهاردة ها ويدعي قال لك لا أنا ما الحسين لا يخلق ولا يرزق، ماشي يا عم، مين اللي بقى؟ الله. يبقى ازاي تصرف العباده لغير الله بقى؟ ده لا يملك، لو انا قلت حاجه ده بشر وزي ما يملكوش حاجه، طيب وازاي تسيب الذي يملك فلا تدعوه ولا تلجا اليه ولا تقف على بابه ثم تذهب للذي لا يملك؟ انت متناقض، انت قولك يهدم بعضه بعضا. ركز بقى، مش النقاشات شغاله دلوقتي عشان تعرف ترد، ها؟ ده كلامك ده كلام باطل ينقض بعضه بعضا، اللي انت عمال تقوله ده كلام ما يصحش. تفرد الرب بالخلق والرزق والتدبير الحياة والإيمان إلى آخر معاني الربوبية، تفرده بالعبادة، لأنه لا يستحق العبادة إلا من تفرد بمعاني الربوبية، والله وحده الذي تفرد بها فهو وحده الذي يستحق العبادة، ولا يجوز أن تصرف لغيره، لأن الغير مخلوق مربوب عاجز فقير ليس له من الامر شيء. دي طريقه القران، زي كده يجيب لك اهو ايه، اما يجيب المضطر يدفع لك شوف السوء ها واجعلهم خلفاء، أإله مع الله؟ اللي بيجيب المضطر هو الله وحده، اجعل خلفاء والله وحده، يبقى أإله أي معبود مع الله؟ هو المعبود وحده. ودي طريقه القران، يقرر توحيد الربوبيه ليلزم بمقتضى وهو توحيد الايه؟ الالوهيه، لأن أنا عندي الربوبية تستلزم الألوهية، طب الألوهية تتضمن الربوبية، علاقة بينهما، لأن أقسام التوحيد مش كل قسم ده متلازمة. المتفرد بكمال الأسماء والصفات هو المتفرد بمعاني الربوبية، هي معاني الربوبية كلها إيه؟ مش مقتضى معنى إيه؟ الرب ها؟ الاسم هو اسم الرب، مقتضى معنى الخالق الرازق الأسماء الحسنى معانيها. طيب والمتفرد بكمال الأسماء والصفات هو المستحق وحده للعبادة تبارك وتعالى، تمام، كان متلازما. ودي طريقة القرآن في تقرير توحيد الربوبية ونفي الشرك، ماشي؟ طيب، ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس إلا، كل الأدلة على وجوب إفراد الله بالعبادة، سواء الإخبار أن دي كانت دعوة الرسل صح، ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا وكل رسول بلى اعبدوا ما لكم من اله غير، وده الرسل اتفقت على هذا الاصل اللي هو اصل الاصول الاساس توحيد. انتبه، وان من لم يدن بهذا الدين الذي هو اخلاص العمل لله فعمله ايه؟ باطل، لان اشركت لاحبطن عملك.
ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا، يبقى الشرك محبط العقل. وده بيخاطب مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ما تقوليش بقى فلان وعلان يقول النار، لا يا حبيبي، شرك محبط العمل. ماشي. ويدعو العباد الى ما تقرر في فطرهم وعقول. بيكون الرب المتفرد بالخلق والرزق ليه؟ هذا امر متقرر في الفطره، مركوز في الفطره. ولذلك لا شك فاطر السماوات الايه والارض، لا شك في ده بمعي. والمتفرد بالنعم الظاهره والباطنه هو الذي لا يستحق العباده الا هو، وان سائر الخلق ليس عنده لا خلق ولا نفع ولا دفع، تبي معي، لا قلب نفع ولا دفع در، ولن يغنوا عن احد من الله شيئا. كل دي مش كل دي معاني في القران؟ كل دي معاني ايه؟ بيقرر القران ايه؟ في افراد الله بايه؟ بالتوحيد. بالتوحيد. ويدعوهم ايضا الى هذا الاصل بما يتمدح به، يمدح به نفسه ويثني على نفسه الكريمه من تفرده بصفات العظمه والمجد والجلال. الكلام في هذا كآيات الصفات مستلزمة ايه؟ افراد الله بالعبادة، لان المتفرد بكمال الاسماء والصفات هو المستحق وحده للعبادة. طب معي، تأمل تدبر طريقة القرآن في تقرير التوحيد في غاية الأهمية، غاية الأهمية، لان احنا محتاجين نربط الناس بهذا، آيات والأحاديث من كلام في التوحيد. طب معي. طيب، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشارك فيه مشارك هو أحق من أخلصت له الإيه؟ الأعمال الظاهرة والباطنة. ويقر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء. نيجي نكلم الناس عن وجوب إفراد الله بالحكم، ها؟ تقول لهم إيه؟ وإن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا الحكم. يبقى من إفراد الله، من إفراد الله بالعبادة كونه إيه؟ إفراده بالحكم، بمعاني الحكم كلها، هو اللي يحل ويحرم، هو الحكم الشرعي، هو اللي يصيب ويعاقب، هو يحكم لا معقب لحكمه. انتبه معي، ان احنا لما نخاطب الناس بافراد الله بالحكم نربطه بايه؟ بافراد الله بالخلق. شو اللي خلقهم؟ ها اللي خلقهم مين؟ رب العالمين. يقول لك كده، طب امال عايز الامر لغيره ازاي؟ ها؟ امال ازاي انك انت، امال غيره يحل لك ازاي ويحرم ازاي؟ اللي خلقك، اللي يدبر امرك، صرف شانك، هو المتفرد بانه ايه؟ يحكم فيك. ونربط الناس بهذا، ان له الخلق والايه؟ والامر. نجيب له الايات ونفسق، ده موجود في القران، بس محتاج ايه؟ ها؟ فهم هذه القواعد واسقاطها في دعوات الناس، ده هيفرق معاك خالص. خالص، دعوه الى الله عز وجل. وده اللي احنا محتاجينه النهارده. اما نواجه الشبهات نواجهها بالقران. وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بايه؟ بالقران. تابع معي، ما الايه نزل في الفرقان كان لسه الجهاد مشروع. بالقران. بهذه الايه، بتوضيح هذه المعاني. وتوصيلها للناس وفق هذه القواعد التي تضبط لك تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. واضح؟ طيب. وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد. أي كلمك عن محاسن التوحيد، وإن فرق شاسع بين من وحد الله فصار مملوكا له وحده، متعبدا له وحده، وبين من اجتمع فيه شركاء متشاكسون، نعوذ بالله، اللي عنده الهوى والبشر وحاجة شتان بين هذا وذاك، لا يستوي أبدا ده بده. انتبه معي. وغيره بقى من ثمرات التوحيد. اما يكلمك عن التمكين انه ثمره التوحيد، اما يكلم عن الدفع والمعيه الخاصه ثمره التوحيد، كل ده ايه؟ ها؟ تقرير للتوحيد. يبقى اما تيجي انت بقى تخطب، تعلم، تدعو، تربط الناس بكده، هي الايات وتفصلها للناس. يبقى هذا التوحيد ضرب. النهارده في هجمه شرسه منحرفه لاهل البدع، لإفساد عقائد المسلمين، ترد بإيه؟ بالقرآن وبالسنة، وتربط الناس بالنصوص، وتوضح، تجيب القاعدة وتجيب الآيات وتفصل للناس، وتربط، ها؟ وتربط. انتبه معي، يوم تبطل كل هذه الإيه؟ الأباطيل. وتأتي عليها من جذور أصولها، وتأتي على بنيانهم من القواعد، وبكلام الله، كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. مالكم؟ وده الاصل في دعواتنا، والاصل فيما نجمع الناس عليه، على كلام الله ورسوله.
واضح؟ طيب، وطارة يتكلم القرآن عن ايه؟ ها؟ تابع معي، يتكلم عن ان الدين الحق هو الموافق للشرع، للعقل والفطرة، فطرة الله التي فطر تبين هذا وتوضح انما فطر الناس عليه، ماشي. وطارة يتكلم القرآن عن مساوئ الشرك، عن قبح الشرك، عن اختلال عقول اهله، ما هو فعلا عقولهم مختلة وفطرهم مدنسة. انت بتقر ان المعبود الباطل ده لا يرزق ولا يملك ولا ولا ولا، صح؟ يبقى ازاي راح تعبده؟ تعبده ازاي يعني؟ ها؟ ازاي تعبده؟ هو عاجز مخلوق. انتبه، فين عقلك؟ فين فطرتك؟ انتبه معي. ولذلك انت لما تدعو للتوحيد بفضل الله معك أدلة النقل، ومعك أدلة العقل، ومعك أدلة الفطرة، وكلها في كتاب الله. ايه رأيك؟ أعلى الأدلة العقلية في كتاب الله، أعلى أدلة الفطرة في كتاب الله. لذلك لما بنيجي الناس الأشاعرة اللي بيحصروا لنا أدلة الروية مش عارف كيف، دليل عقلي، دليل الحدوث، ودليل، تعالى يا عم، ده أنت في إيه؟ ده أنت ضيعت الدنيا، جايب لي دليلين بس يتيمين ولا بتاع وتقول لي مش عارفها، تعبان أنا أوريك لك، وبرضه أصلهم في القرآن. فين؟ في القرآن. جيب له بقى أدلة. أنا شوف، ده أدلة لا حصر لها. لا حصر لها. انتبه معي، ده كل حركة وسكن فيها دليل على وجود الله عز وجل. يعني حتى توحيد الربوبيه اللي بتتكلموا فيه، ها، ما انتوش عارفين تتكلموا فيه صح، والله ما عارفين يتكلموا فيه صح، وانا اقسم لكم بالله يعني حتى ما عارفين يتكلموا فيه صح. لان اللي عايز يتكلم في التوحيد صح يتكلم فيه في ضوء الكتاب والسنه، وفي النهايه ما فيش، ده هو اقرار وجود الصانع، حاجه ما، طب ما ده حد وحد بينازعك في كده. حتى الملحد لما تيجي تناقشه، ها، هتلاقيه هو مقر بس ايه؟ عناد وكبر. والله. وهتجد في حاجات كتيرة عنده هو نفسه بيقر بس عمال يخالف في نفسه. دي ضرورة. الإقرار بوجود الله، ها، من العلم الضروري الذي لا تستطيع دفعه. ولذلك زي ما بيقول أحد أهل العلم، انتبه معي، لو كلف الناس أن ينكروا وجود الله لكان تكليفا بغير مقدور. والله تكلفة غير مقدورة، تدفعها ازاي؟ زي واحد بتقول قول الشمس، ده أوضح من الشمس، ده أوضح الواضحات، ده كبرى الحقائق في هذا الكون، الإقرار بوجود الله عز وجل. الكلام بقى فيها كتير، وده اللي تناقش بيه الناس وتعلموه للناس، عشان ما تقوليش إلحاد، ما هو عشان إحنا مهملين في تقرير توحيد الربوبية وفق القرآن، وتوحيد الألوهية وفق القرآن، قرر توحيد الربوبية وأنواع التوحيد وفق القرآن والسنة، والله ما يصرف الناس عباد الغير، ولا يمشوا ورا اي واحد ضل مضل ولا واحد خالص، الحقيقه تتجلى. بس قوم انت صح، اشتغل صح، واضح؟ طيب، وتارة يدعو الي، ماشي، بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والاخره، والحياه الطيبه في الدور الثلاث، دنيا والبرزخ والاخره، وما رتب على ضد من العقوبات العاجله وليه؟ والاجله. النهارده احنا داخلين على رمضان وفي غلاء وزلازل، ها، عقوبات اهي، العقوبات الالهيه اهي، ها، في ضوء القران اعرض للناس العقوبات الالهيه وقصص السابقين، ولا اعتبر لتحذرهم من مغبه ما، عشان يفيقوا. امسك كده واركب العقوبات، ها، وهات اهي، جيب ايات القران اللي اتكلمنا عن العقوبات على الشرك وبينتشر، عقوبات على المعاصي والذنوب وبتنتشر، واعرض ده واربط الناس بيه، وانتهز الفرصة في الدعوة من دلوقتي. انتبه معي كلام الناس، وربطها بالقرآن والسنة، حدش يقدر ينزعك وتوصل صح. وبالجملة، فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات ضده والشرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.